عارفاها. امتى استخدم الفيلر وامتى استخدم البوتوكس واي المناطق؟ بصي يا ستي، هو دي بقى في الهرم العنايه بالبشره كنا بنتكلم على ان بعد اربع شهور، يعني على كل اربع شهور بنراجع الدكتور عشان حقن البوتوكس. اوكي. وايه امتى تقولي الفيلر وامتى تقولي بوتوكس؟ البوتوكس دايما في التجاعيد الحركيه. حلو. يعني في الابر فيس عندنا في الجبهه، في ال 111 حوالين العينين، دول اكتر حته لو عايزين نرفع التيب اوف ذا نوز شويه، عشان في بعض الناس بيبقى التيب اوف ذا نوز بنروح حقنين فيه. عايزين نرفع الحاجب بنعمل البوتوكس، عايزين نحدد الفك ساعات على خفيف، مش زي طبعا الثريدز بنحقنه بالبوتوكس. عايزين نعمل الرقبه بوتوكس، بنعمل حوالين الفم لو في تجاعيد، لو حد عنده المسيتر، عارف عضله الفك يا ماري، لما في بعض الناس بتبقى بتجز على اسنانها شويه فتلاقي ايه الفك متضخم، يعني مدي ماسكولاين فيتشر كده كان راجل، فبنحقن العضله دي عشان تدي فيمينين فيتشر، بتتحقن برده بالبوتوكس. ده البوتوكس دايما عند العضلات، اي حته بتتحرك بنحقن فيها بوتوكس. طب قولي لنا بقى الجبهه، كمان هيكون معانا صور حالا. يعني ايه يعني عارفه انا بصيت ورجعت مره، ده ايه الحلاوه دي؟ بصي الجبهه اكتر حاجه التجاعيد الحركيه لما بتقعد بتبقى تجاعيد مستدامه وما نعرفش نعالجها بسهوله بعد كده، فدايما انا دايما بنصح الناس ان وهي كده تلحقي على طول تحقني بوتوكس. اوكي. البوتوكس بيتحقن من كل 4 لـ6 شهور على حسب شده العضله وقوتها. بصراحه بتغير شكل الواحد، بتصغر جداً الواحد كتير قوي قوي، حد كبير وحد صغير، وساعات بتدي تعبيرات وانا مكشره وانا مش مكشره. مثلا متعصبه قوي، يعني اللي هو ال 111 دي حد يعني خلاص هيقوم يكسر حد. وهو اصلا مش كده، هو قاعد طبيعي يعني، بس هو اتاخر، صح كده؟ بالظبط كده. اللي بيبقى متاخر بقى بتلاقي العضل اصلا الخط اوريدي محفور، فبنبقى بنعالجه بفيلر وبنعالجه بوتوكس الاثنين، فبيبقى يفضل ان احنا نبتدي من الاول. باينة اهي معانا يا دكتور على الشاشه دي ال 111. دي ال 111 يا بيبي. دي بقى قولي لي بقى، دي احتاجت بوتوكس بس ولا اضطرينا لان هي مثلا كانت عنده تعبيريه ولا ثابته؟ يعني بتحتاج فيلر؟ لا دول كلهم بوتوكس بس. تعبيريه. كلها تعبيريه، وكلها احنا لحقناها في الاول. بس بصي مثلا في الصوره دي لو بصيتي تحت هتلاقي خط خفيف. خط خفيف ده احنا فكينا بوتوكس، بس محتاجه بقى بعديها كنا عملنا بعديها. يعني هو اتاخر. بالظبط. عشان كده بنقول البوتوكس ملهوش سن. يعني ما نقولش مثلا انا عندي حاجه 20 سنه، ما دام ابتدت الخطوط تبان على طول نحقن بوتوكس. لان في ناس بتيجي تقول ايه، لا ده انا لسه صغيره، ايه ده انا هبتدي بوتوكس من الاول. استنى شويه مش دلوقتي. لا الحقيقه ان البوتوكس كل ما تبتديه بدري كل ما نتيجته بتبقى احسن بكتير.